مرحبا بكم في الفصل الأول من الكورس الشامل في برمجة تطبيقات ويندوز، حيث سنتعرف في هذا الفصل على أساسيات ديلفي. في البداية دعونا نتعرف على بيئة ديلفي التي سنعمل بها في هذا الكورس. بداية دعونا ندخل إلى ديلفي، وبعد أن تقوموا بتنصيبها وتحميلها من على الإنترنت. بيئة ديلفي هي بيئة مملوكة لشركة أمباركاديرو، وهي عبارة عن بيئة لتطوير التطبيقات، تأتي تحت اسم راد بمعنى Rapid Application Development، والتطوير السريع للتطبيقات، وهو الذي سبب اختيارنا للغة ديلفي، لأنها سريعة في إنتاج تطبيقات، وخاصة في مجال تطبيقات سطح المكتب وخاصة ويندوز، فهي سريعة جدا وتوفر العديد من الوظائف والإمكانيات والتي تسهل علينا العديد من الأمور وتختصرها بشكل مبسط جدا. لذلك سنتعرف في البداية على هذه البيئة ومكونات هذه البيئة وكيف نعمل بها. سنعمل في هذا الكورس على الإصدار الأخير لحد الآن، وهو الإصدار 10.1 برلين. لدي نسخة مسجلة، هذه هي التي سنعمل بها في هذا الكورس. بعد الدخول إلى بيئة ديلفي تظهر لنا هذه الشاشة، وفي الغالب لا نحتاج هذه الشاشة دائما، فهي التي تظهر لنا المشاريع لكي يعني نعمل مشروع جديد أو فتح مشروع، وتظهر لنا بعض الدروس، وهنا أيضا بالإضافة الخاصة بجاتيت، الإضافة الأخيرة في هذا الإصدار التي هي من مميزات هذا الإصدار، والمشاريع الحالية التي نعمل عليها الأخيرة. هنا في التاب الثاني وهو الخاص بالدروس، وهنا الدوكيومنتيشن الخاصة بالدلفي. لا ينصح بالتعلم من الدوكيومنتيشن بالنسبة للمبتدئين، فهي عبارة عن مرجع وليست مدخل للمبتدئين. بيئة ديلفي، دعونا الآن نجرب نعمل تطبيق جديد فقط لنشرح البيئة وماذا يحتويها. في البداية هذه هنا القائمة الرئيسية، في أي برنامج توجد هذه القائمة؟ Main Menu. هذه القائمة الرئيسية، هنا فايل، وهو أول شيء فايل لعمل تطبيق جديد، واختيار نوعية التطبيق الذي سنعمله، وأيضا فتح خاصية فتح Open From Version Control. هذه الخاصية تمكنكم من فتح مشروع على الانترنت موجود على أحد هذه السيستم، كنترول سيستم موجود على واحد من المواقع، مثلا موقع جيت موجود عليه كود سورس مفتوح مصدر، يمكنكم الدخول عليه من هنا، تضعون فقط الرابط وبكل سهولة تدخلون إليه. أما بالنسبة للبقية فهي حفظ، وحفظ باسم واستخدام يونيت سنتعرف عليها في الأيام القادمة. وهذه هي أهم الأشياء هنا. إديت، هذه للعودة بالكود إلى الوراء والعودة إلى الأمام، وأشياء أخرى ستعرفون عليها فقط يعني بعد الممارسة، لأنه الشرح الآن إذا شرحناها ما الذي تقوم به وأنت ليس لديك أي دراية بهذا الأمر، فهذا يعتبر مثل الدوكيومنتيشن، وهذا هو الفرق بين الدوكيومنتيشن والكورس. لذلك سنعمل على شرح الأشياء البسيطة والأساسية التي يعرفها الجميع، وفقط لتعرفوا من أين تصلون لها. Copy Paste Kit بالنسبة، هذه أيضا موجودة في جميع البرامج وأي برنامج. هذه الخصائص أيضا سنتعرف عليها، الألينيمو والسايز والسكال وتاب بوردر، سنتعرف عليها كلها. بالنسبة للبحث فهي أيضا ستكون من مواضيع الدروس القادمة، والفيو أيضا، لأنه لا يمكنك أن تعرف أو تفهم ما الذي يوجد هنا إلا بعد التقدم في الدروس، لا يمكنك أن تراها. لكن بعض الأشياء البسيطة مثل الأشياء التي تظهر لنا، مكونات البيئة التي تظهر لنا هنا، يمكننا اختيارها من هنا مباشرة. مثلا هذا هنا Object Inspector، يمكننا إظهاره من هنا، Object Inspector يمكننا إظهاره كما ترون، ويمكننا أيضا إخفاءه بكل بساطة. ريفاكتور، وهي أيضا خاصية متقدمة لن نعرفها في هذه الدروس البسيطة في البداية. بروجكت سنتعامل معها كثيرا، ورن للتشغيل، كومبوننت وهي المكونات سنتعرف عليها أيضا بشكل مفصل. التولز والأدوات، هنا للتحكم في
البيئة والتحكم في خصائص البيئة، وهذه هنا بعض القوالب سنتعرف عليها أيضا. إضافة جديدة في الإصدار الأخير وهو الجيتك باكاج، يعني يمكنك تحميل المكونات وتثبيتها مباشرة بدون استخدام الخاصية التقليدية هذه. يعني توجد كمتجر للمكونات، هذه الخاصية جيتك هي عبارة عن متجر للمكونات. خصائص أخرى أيضا لا يوجد شرحها، النوافذ الموجودة والهلب، هذه هي معظم الموجودة في القائمة العلوية. هذه هنا عبارة عن اختصارات للقائمة العلوية، مثلا save all هذه موجودة هنا، يجدها هنا عادي، لا يوجد أي مشكل. بالنسبة لستركتير Object Inspector و بروجكت مانجر، وهذه هنا تول باليت، هذه هي الأساسية يعني في أي مشروع، هذه الأساسية. ستريكتر لا يعني كل الأشياء الموجودة هنا لا يمكنك أن تفهمها إلا بعد مرور الدروس، لكن دعونا نقوم بإعطاء لمحة عنها. الستريكتر وهي عبارة عن أداة لإظهار المكونات، سنتعرف عليها بالتفصيل. الأوبجكت انسبكتور وهو للتحكم في خصائص وأحداث المكونات. أما البروجكت مانجر فهو للتحكم في المشروع، يمكننا التعرف عليه الآن. يمكنك هنا تغيير اسم المشروع أو اسم البرنامج والعمل، عدة أشياء أخرى أيضا يجب أن نتعرف عليها بالتفصيل. والتول باليت وهي للتحكم في المكونات، لا يمكنك أن تعرفها الآن إلا بعد التجربة، لأن إذا قلتها لك الآن فهذا يمكن أن يكون كتعريف، يعني لا أريد أن أعرفها لك أو أعطيها لك على شكل تعريف، فالأمر لن يفيدك. وإذا التعريف إذا لم ترى شيء تطبيق أمامك فلن تفهم التعريف، لذا دعونا نتقدم ونعرف خطوة أخرى إلى الأمام في هذه البيئة الرائعة.